موقع المعمودية أو المغطس الذي شهد عماد الرب هو من أكثر المواقع قداسة بالنسبة للمسيحيين في العالم، ففيه تجلى الروح القدس على شكل حمامة كما يروي الكتاب المقدس، وانبعث من السماء صوت يقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. ويوجد في المنطقة بقايا أثرية ودينية مهمة إضافة إلى عدد من الكنائس على طول نهر الأردن، ما تزال تقبع وسط الصحراء ولا يستطيع أحد أن يصل إليها. فالمنطقة محاطة بألاف الألغام والأسلاك الشائكة منذ أن وضعت الحرب أوزارها عام 1967، وبعد حوالي 50 عاماً من التوتر وتحويل المنطقة المجاورة للمغطس إلى منطقة عسكرية مغلقة، غدت تلوح في الأفق بارقة أمل، حيث حصلت منظمة هيلو تراست على موافقة جميع الأطراف المعنية بإزالة الألغام وإعادة الحياة إلى المكان الذي لم تسكنه سوى الأشباح. نحن هنا في موقع معمودية يسوع هنا في قصر اليهود، وهذه المنطقة أعلن عنها الجيش الإسرائيلي منطقة عسكرية مغلقة في وقت مبكر من سبعينيات القرن الماضي. منظمة هيلو تراست التي أخذت على عاتقها مهمة إزالة الألغام تأسست عام 1988، وبالنظر لحساسية موضوع الألغام المزروعة في المنطقة المحيطة بموقع المعمودية وأثرها على المسيحيين بوجه خاص، أنيطت بالمنظمة مهمة تنظيف المنطقة من أشباح الموت وتنفيذ مشروع يسعى إلى إعادة الحياة للمكان من جديد. هذا مشروع حظي بموافقة سلطة مكافحة الألغام من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، وحصل على بركة 8 طوائف مسيحية لها ممتلكات خاصة هنا، فالجميع يسعون إلى تنظيف موقع الألغام حول منطقة المغطس لكي تتاح للناس والحجاج إمكانية الوصول إلى هناك وممارسة شعائرهم الدينية. رغم أن هذا الحقل هو مميز كما قلت من ناحية دينية ومن ناحية سياحية لدولة فلسطين، إلا أنه أيضا هذا المكان مساحته كبيرة جدا، وهو يعتبر أكبر حقول الألغام في الأراضي الفلسطينية، ما يسمى 1,000,000 متر مربع. المسيحيون في الأرض المقدسة لهم مصلحة كبيرة في إنجاز هذا المشروع، فالمنطقة المحاذية للمغطس تضم مواقع أثرية ودينية مهمة تعود ملكيتها إلى غالبية الكنائس المحلية، وهي علاوة على ذلك ذات أهمية كبيرة للمسيحيين في معظم بقاع الأرض. هذا المشروع مهم جدا لكل الجماعات الدينية وللأماكن المقدسة الموجودة هنا، وهو علاوة على ذلك مهم للحجاج الذين يزورون المكان ولا يمكن حصرهم أو معرفة عددهم. اليوم والحمد لله لدينا اتفاق وإجماع ومستوى من التفاهم المتبادل بين الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية، طبعاً باتفاق مع المملكة الأردنية الهاشمية، لتطوير هذه المنطقة وجعلها متاحة لوصول جميع الحجاج مسيحيين وغير مسيحيين باعتبارها مكاناً مقدساً للمسلمين واليهود والمسيحيين على حد سواء. هذه لحظة تاريخية بالفعل، وهذا مشروع في غاية الأهمية بالنسبة لنا، طالما أن مكان معمودية يسوع له مغزى ديني ويرتبط بذكريات إنجيلية. هذا هو المكان الذي جاءه الفرنسيسكان حجاجا منذ زمن بعيد، فقد كان الفرنسيسكان في منتصف القرن 16 يأتون إلى هنا للحج بمناسبة معمودية يسوع. ونحن في هذه الأيام نشكر الهولي تراست الذين عبروا عن اهتمامهم بتنظيف هذا المكان نهر الأردن من الألغام التي كانت موجودة في السنوات السابقة بسبب الحروب والاضطرابات، فنأمل أنه يستطيعون أن ينظفوا هذا المكان من الألغام لكي يصبح مكانا آمنا ومستقرا لزيارة الزوار والتبرك منهم.
هذا وتبلغ مساحة المنطقة التي ستخضع لإزالة الألغام بحسب المصادر الفلسطينية 1,000,000 متر مربع على طول نهر الأردن، ويقدر عدد الألغام المنتشرة فيها بحسب المصادر الإسرائيلية حوالي 4,000 لغم إضافة إلى المتفجرات والعبوات الناسفة. وترى هالوتراست أنها سوف تحتاج إلى تبرعات تقدر ب$4,000,000 لإنجاز هذه المهمة. هناك أسباب عديدة مهمة تحفزنا لجعل هذه المنطقة المليئة بالألغام منطقة آمنة. أولاً، لكي تتاح للحجاج إمكانية زيارة هذا المكان المقدس بدون خوف. ثانياً، إن موافقة جميع الحكومات المعنية تجعل هذا المشروع مهماً جداً، لأنها تدل على أن السلام حقيقة واقعة وأن الجميع منخرط فيه، فإزالة الألغام هي علامة رجاء من أجل السلام. أخيراً، هذا مشروع مهم لأنه يستهدف نهر الأردن، أحد الأماكن الرئيسية المقدسة التي يفد إليها المسيحيون من مختلف أرجاء العالم. نأمل أن تتم إزالة الألغام لنكون قادرين على الصلاة في كنائسنا. ما زلنا حتى الآن نأمل أن يكون في مقدورنا التخلص من الألغام، والآن فقط بدأنا نرى الضوء في نهاية النفق.